ما إن يحل موعد اعتصام أهالي الأسرى والمتضامنين في مقر الهيئة الدولية للصليب الأحمر حتى يبدأ التوافد منذ 8 صباحا للمشاركة في التجمع الخاص بدعم الأسرى وذويهم والمحرومين منهم من زيارة أبنائهم، لتكون وسائل الإعلام لسان حالهم وحلقة وصل تجمع ما يحاول الاحتلال جاهدا وفاشلا في تحقيقه من فرقة. بقول لأسرانا شدوا حيلكم وخلي معنوياتكم عالية، خلي أملكم بربكم كبير، إن شاء الله الفاز قريب لكم كلياتكم. ضياء يما طمنا عنك، أنا محدا ما انتقلت في سجن جلبوع حوالي شهر يما، ما بعلم عنك بأي معلومة، بعثت لك محامية من نادي الأسير ومن الوزارة، ولكن لقيت ما طمنوني بأي حاجة. لا إن شاء الله يما إنك طمني بأي وسيلة يما، مع محامي، مع أهالي الأهالي اللي بيزوروا، طمني يما كيف حالك. بعضهن محرومات من الزيارة لسنوات، ليس لسبب مقنع سوى أن إدارة السجون الإسرائيلية تمعن في سياسة الإذلال ضمن سلسلة من إجراءات في العزل والإهمال الطبي ومنع دخول الأغطية والأدوية للتأثير سلبا على الحالة النفسية للأسرى وأهاليهم. أتمنى من رب العالمين أنه يزورنا قبل ما نزوره. أنا ممنوعة من الزيارة لسنتين، وأبوه ممنوع له سنة، ما حدش بزوره ولا حد بشوفه غير الأسرى اللي بيطلعوا هم اللي بيطمنونا عليه، والأهل الأسرى اللي بزور بيطمننا عليه. قلنا بنسجل اللي في الصليب وبنطلب لزيارة وقلنا ممنوعين. الأسرى الذين يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية للشهر الثاني على التوالي في ظل حالة الصمت الدولي تجاه ما يحدث لهم في المعتقلات الإسرائيلية ينتظرون حراكا وطنيا وجملة من الفعاليات الإسنادية، خاصة مع اقتراب يوم الأسير. نأمل أن يتم الحراك على أوسع مستوى بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1974، وبالتالي هذا يعتبر يوم الأسير يوم خالد للتضامن مع أسرانا البواسل. نحن في مفوضية الأسرى والمحررين وبحركة فتح نطالب جماهير شعبنا الفلسطيني بتوسيع نطاق الدعم والمساندة لأسرانا البواسل لفضح هذه الممارسات والخروقات الإسرائيلية تجاه أسرانا البواسل في ظل حالة الاقتحامات والتعذيب والاعتقالات اليومية صباح مساء. يشكل الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى جسر تواصل لتعزيز صمود أبنائهم في سجون الاحتلال، ولوحة وطنية وحدوية تؤكد وقوف الكل الفلسطيني خلف قضيتهم العادلة حتى تحقيق مطالبهم ونيل الحرية. من مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين.